يقول حفظكم الله وأحسن إليكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن لم يتجاوز 11 ركعة كما يقول في سؤاله، فهل من يصلي أكثر من هذا يخالف هديه صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل ولم يحدد، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ولم يحدد، هو صلى الله عليه وسلم في نفسه كان لا يزيد على 11، لأنه كان يطيل القراءة، يطيل الركوع ويطيل السجود. وأما الإمام فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض ولا الحاجة، فإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. الرسول يصلي وحده لذلك كان يطيل، وإذا صلى بالناس فإنه يراعيهم، حتى إنه يقول صلى الله عليه وسلم لأنه يدخل في الصلاة يريد أن يطيل، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، ويراعي أحوال الناس عليه الصلاة والسلام. والإمام هذا مؤتمن عليه أن يراعي من وراءه، فلا يخفف بهم تخفيفا يخل بالصلاة، ولا يطيل عليهم إطالة تشق على المأمومين، فليعتدل في هذا. وأما عدد الركعات فليس لها حد يا أخي، صل ما تريد. نعم.